لأنك الله لا خوف ولا وجل ولا يأس ولا قنوط ولا ملل. لأنك الله رب نستعين بك، لأنك الله حياتنا كلها آمال. لأنك الله لك الشكر. الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وحياكم الله أحبة الكرام إلى لقاء جديد مع الله. أحيانا يتبادر إلى ذهن الكثير من الناس بعض الأسئلة، أحيانا ما دمت أنت تقول أنني مع الله، طيب يعني ليش ابتليني؟ ليش الناس بخير وصحة وسلامة وعافية وفلوس وزوجات وأولاد وبيوت وأنا يعني ربي أبتلاني؟ ليش الناس يعني معاهم زلط وأنا حراف؟ ليش الناس مزوجين وأنا جالس عزب؟ ليش الناس يعني عمر وأنا جالس بيت الإيجار؟ ليش الناس معاهم سيارة وأنا أي زعرق؟ ليش الناس فلان بخير وأنا مريض؟ ليش الناس عنده أولاد وأنا عيالي ماتوا؟ وهكذا ليش ابتليني أصلاً؟ ليش هذا الأقدار، كل هذا الأقدار المؤلمة علي وأنا مع الله وأنا أحب الله وأنا أحيانا أصلي وأقرأ قرآن فضل الله، أصلي وأقرأ قرآن وأعمل كل الصالحات، لكن ليش ابتليني أصلا وأنا مع الله؟ ليش هذا الابتلاء كله؟ ليش هذا الشدائد كلها؟ ألم يقل ربنا جل وعلا لنبلوهم أيهم أحسن عملا؟ الابتلاء والاختبار سنة إلهية. مشكلتنا الله يقول لنبلوكم أيكم، الابتلاء ليس شرا محض أبدا، مشكلتنا أننا نقع في البلاء قبل وقوع، نتوقع البلاء نتوقع الشر قبل أن يقع. قد يكون أحيانا في المنع عين العطاء، مثلا على ذلك على سبيل المثال، أحيانا الله لما يدي الواحد فلوس ومال ودنيا وكذا ويبسط له في الرزق ويوسع عليه كثير، العطاء هذا ليس دليل على الحب، والمنع ما شو الدليل على البغض أن الله تعالى يبغض العبد أبدا. لكن أذكر قول الله: فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله: كلا، لا هذا ولا هذا. فالله جل وعلا يبتليك أحيانا، يبتلينا يختبرنا ليعرف مقدار صبرنا، الأمر الآخر ليعظم الله تعالى أجورنا، ليجعلنا نمشي فوق الدنيا وما بشعنا ولا خطيئة ولا ذنب ولا معصية. فلا تتضجر من أقدار الله أيا كانت، ولا تقول ليش يعني ما ابتلاني إلا أنا وفلان ذوق بخير وأموره طيبة، ولا والله فلان ما يصلي ولا يقرأ قرآن ولا له علاقة بالدين لا من قريب ولا من بعيد، وفوقه رزق لا يعلم إلا الله. هذه مقاييس مغلوطة. الله جل وعلا يبتلينا فيما آتانا، وهو كريم سبحانه قادر جل وعلا أن يسلب منه المال، أن يأخذ منه المال، يبتلي أحيانا، قد يبتلي حتى يعني بشيء بدنه أيضا ليبتليه، ويشتيك تكون مربوط معه وتكل أمرك إليه سبحانه وتعالى، خاصة في مسألة الأرزاق، يعطي ويمنع حسب مصلحة العبد ووفق ما يريده الله. إن ربك يبسط رزق لمن يشاء ويقدر، يبسط رزق لهذا، هذا يعطي وهذا يعني محروم قليلا، وهذا يعني يجعله فقير، شاءت حكمة الله جل وعلا ذلك. فأحيانا قد يكون حتى في الابتلاءات أحيانا نوع من الاختبار، من ضمنها مثلا يبتلينا لنذكره ويكون شعارك دائما لعلهم يتضرعون، يبتليك علشان ترجع، يبتليك من أجل أن تعود إليه، تضرع بين يديه، تنطرح على عتبات بابه، تدعوه دائما، هو يبتليك علشان يسمع صوتك أيضا كذلك. فأنت خليك مع الله تبارك وتعالى، ولو أصابك ما أصابك، المهم أنه ما زد أنت تركع وتسجد وتذكر وتقوم بواجباتك وبما أمر الله جل وعلا، بما أمرك الله،
فلا خوف ولا حزن ولا قلق، ايش المشكله يعني؟ يبتلينا الله تعالى. خرج كثير من الناس، خرج النبي عليه الصلاة والسلام مطارد من 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 بلاده مكة وإمارات عصبة، وخرج الصحابة وهجروا من بلادهم وديارهم ورحلوا على يعني الطائف على 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 الحبشة في الأولى والثانية، ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف أيضا كذلك، وآذوه وسبوه وشتموه ورجموه وأعادوا وردوا الداعي والدعوة. ثم قال طيب انا ما اكرف الله علي، انا ما انا مهمتي البلاغ وخلاص، ما ريش الناس يستجيبوا ولا ارضي الناس يامنوا، اذا ما لي علاقه يعني بهذا الموضوع ابدا. لكن ومع ذلك قال الله فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقد يكون احيانا بالابتلاء ايضا كذلك لاجل طهرنا من الذنوب. عندنا ذنوب، كم عندنا ذنوب لا يعلم بها الا ربنا جل وعلا، عندنا ذنوب وزلات وغدرات وفجرات ما يعلمها الا الله، فيبتلينا احيانا ليطهرنا منها تماما. أحيانا قد يكون حتى في الابتلاء أيضا كذلك تكفير للخطايا، يكفر الله خطايانا. عندنا خطايا، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، عندنا اللمم، عندنا ذنوب، عندنا والله سيئات، إذا اجتنبنا تركنا الفواحش والحمد لله، لكن لن يسلم الإنسان لا من كلمة ولا من يعني همسة هنا ولا هناك، مع ذلك ما يخطئ في يعني. فسبحان من يعطي ويجمع ويمنع جل وعلا، ومع ذلك لا إلا يعني نقول دعاؤنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إحنا عندنا خطأ. فسبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزال مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله من العطاء لذي الخطأ. فربنا جل وعلا أحيانا يبتلينا نذكره، يبتلينا ليطهرنا، يبتلينا أيضا كذلك ليكفر خطايانا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام قال وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. يبتليك الله تعالى أحيانا بنفسك، يبتليك بمالك، يبتليك بولدك، حتى نذكره. من أيضا قد يبتلين أيضا كذلك يعني لنبلغ المراد. كان بودي وبنفسي أنا أن أبلغ المراد، ما استفدت الدنيا أن أنا أعمل شيء، أجتهدت وصليت وصمت وركعت وسجدت وذكرت وأنبت، لكن علم الله جل وعلا أننا لن نبلغ مرادنا، فأراد الله أن يبتلينا ليبلغ هذا العبد مراده هنا في الجنة، فالنعيم المقيم هناك في الآخرة. أما الدنيا ما هي دار ممر، مش دار مقر، دار ابتلاء، دار اختبار، دار نكد ونكد، دار يعني بلاء وهم. لكن حاول أننا نكون مع الله دائما، لعل الله تعالى أن يرفع الدرجات سبحانه وتعالى، لعل الله أن يكفر السيئات، لعل الله جل وعلا أن يمحو عننا الذنوب كما ذكرنا سابقا، وهو كريم سبحانه. فكيف نشتي نكون مع الله يعني وإحنا ما قبلناش أقدار الله؟ كيف نشتي نكون مع الله وإحنا متسخطين على قدر الله؟ كيف نشتي نكون مع الله وإحنا معناش راضين بما وهب الله تبارك وتعالى؟ هذا ليس حبا، ادعاء، أنا أحب الله وأنا مع الله، لكن أنا ماناش راضي بهذا القضاء والقدر والناس معهم والناس لهم والناس فيهم لا، ما لك علاقة بالناس، ما لك علاقة بالناس. هل أنت راضي برب الناس وتحب رب الناس وتحب الإله الكريم سبحانه وتعالى وانت معه دائما؟ تصبر على أقدار الله أيا كانت إلى أن يأتي أمر الله جل وعلا، فخليك مع الله، إن الله مع الصابرين، معية الله مع الصابر، نصبر ونحتسب ما دمنا موصولين بربنا تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا الصبر والثبات والإخلاص والتوفيق والسداد والفلاح والنجاح والفوز بالدنيا والآخر. نسأل الله تعالى أن يكفينا شر أنفسنا وشر ألسنتنا وشر أسماعنا. اللهم اجزل العطية واغفر الخطية وحينا حياة الرضية وأمتنا الميت السوية وتوفنا وأنت راض عنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وأقاربنا ومن لهم حقا علينا بالدعاء. نسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته وتحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ولا باقي إلا وجهه، يوم ينادي علينا يوم الدين ويقول أين المتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتجاورين فيه، نقول يا ربنا متحابين متجاورين متزاورين فيك، فيقول اليوم أظلكم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. نسأل الله تعالى الثبات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين والله أعلم، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لأنك الله لا خوف ولا وجل ولا يأس ولا قنوط ولا ملل لأنك الله رب نستعين بك لأنك الله حياتنا كلها آمال لأنك الله لك الشكر لك الله يا الله يا الله